هي واحدة من أكثر الوزارات فساداً ومخالفة لتعليمات إبرام العقود الحكومية بحسب أحدث تقرير رقابي. أجرى تقرير رقابة المالية الاتحادي 27 تقريراً استقصائياً لتدقيق عقود وزارة الصحة، وكانت النتائج صادمة، حيث ارتكبت الوزارة والشركات التابعة لها 87 خرقاً. نظرة لحصاد المخالفات يمكن تلخيصها على النحو التالي: تأخر الإحالات رغم صدور الموافقات، إحالة عقود بموافقة مديرين عامين لا لجان مختصة، عدم ذكر التفاصيل الدقيقة للمواد المتعاقد عليها، تأخر في استلام الأدوية والمواد المتعاقد عليها، مغالاة وفرق أسعار بالمواد المتعاقد عليها، التعاقد على تجهيز مواد فائضة عن الحاجة، التعاقد على مواد مع شركات غير مختصة، ظهور عفن وتلوث في بعض المواد المستلمة. هذه المخالفات الصارخة رصدت في عقود أبرمتها وزارة الصحة، معظمها في عام 2021، وتصل قيمتها إلى 31 مليون و270 ألف دولار، ما دفع ديوان الرقابة المالية إلى التوصية بإجراء تحقيق موسع ومحاسبة المسؤولين المقصرين. نسخة إلى الجهة الرقابية لاتخاذ ما يلزم والقصاص من مبددي المال العام.